وزيرك درسن مامل كجل مذوق يا جاري مجلة عبود واقع قبل كجل جدود محمد سلادة يا وركن إنه صدري وزيرك الشقة يا شقة لها مامل كجل مذوق محمد عبد الله آذن وأولنا يو وزيرك حجين كحنا نذا حولها يبيرها مامل كاسي عبد الله عبد سياد يا وها قرن كديار ذا إدق مذا عبود واق كسودوي يا قدومي كحجين كدق مذا عبود واق دولة فدرالية الصومالية وزيره يحل بانك ترسن مامل كجل مذوق يا قيبة كل الدول بالشذا وقرنتي يا قدومي كحجين كدق مذا جعل علي تبين يا وها أوشيء إن أي قام فرنا كسر دوين يان وزير ذا نقل مدق البورك دق مذا عبد الرحمن ما تكسر دوين وزيره دولة دولة جوالة تقل مدق وحنا كسر دوين تاس مين ده دقاتي ما ملك دق مذا وزير كريمة بدها وزير ك بدأ يا غيرات ك كلوميس يا غيرات كبدأ وزيرك أرمها جودها إمام الكجل منذ قشامة حسن صلاة ومرك هوري سعدوي وزير هذا أي شيء إن وزير هذا أي سفر شقة ويمادين ديجان كان يقوم مركز كييمد عاصمة الصومالية مقدشة أنا سعدوينا وأنا سعدوينا إن أربور كأما جرون كديار هذا إن عبدوا وزير كشقة دي شقلا مثلا محمد عبد الله وزير كجين كحنا حنا نضي حولها iyo beeraha iyo wafdi badan oo maxaan ku raadaa inoo yimi magaalada xamar ee muqdisho waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada magaaladeena ku soo dhawaada وزير كشقرة يا شقالها إمام الكجل مدق دكتور محمد عبد الله آذن يا وزير كحجين كحنا نذا حولها يا بيرها عبد الله عبد سياد يا كم هدع لي أسردوين تبلارنيت يا بلشد الرع عبد واق أي أسميين هذا ما سن إمام الكجل مدق وزير ذا حواشة يا ملاحظة ما أنتم نسروا وسياد يا دوم عسيهين maanta waxaan ka soo deganay magaalada caadwa ee qorkooda weyn ayaan ka soo deganay si nabadgelyo aan soo deganay hawayaana waa muhiimadda ugu weyn waxay ahayd oo annaga aan u jirnay magaalada muqdisho safar aan ugu soo qabgelinay shirar badan oo u ah dowladda dan weyn ugu jirto shirkii qayb ka mid ah ayaa waxay noqotay shaqadeeda inaan u tagno magaalada caadwa intaas kadib ayaa wasiirada waxaa loo soo galbiyay hoygii loogu talagalay waxaana halkaasii ku sugayay boqolaal dadweyne ah oo ka qayb qaadanayay soo dhaweynta wasiirada kuwaasi oo muujiyay sida ballaaran ee ay u soo dhaweynayaan wasiirada ka tirsan maamulka galmudug محمد صلاة تي في عالمي كا سومالي كيبل عبد الوهاب